سلطان وحني على الغلبان الميه بايديكي حلوه فريد معطشان. بعد غياب عن الحفلات بدولة قطر، أحيا السوبر ستار راغب علامة ليلة فنية ضخمة بمطعم لؤلؤة الشرق الدوحة، فالتقى محبينه وجمهوره وغنى لهم لساعات الصباح الأولى. راغب كان وصل لكواليس الحفل وكاميرا هايلايت كانت بانتظاره، فالتقى الزميل فراس حليمة قبل صعوده للمسرح واللقاء بينهم بلش بطريقة عفوية. أبو خالد، آخر مرة التقينا لف الانترفيو الوطن العربي كله وعلى كل الشاشات صار، لا لازم هلأ نعمل لنا لفة تانية. حب المشاكل. لا مش مشاكل، بالعكس بحب بالمحبة. أنتوا الصحفيين بتموتوا بسكوب، بدلكم ورا واحد لا يغلط، وإذا غلط بتنزلوا في خبيط. وأنت اسمك لبيس. أنا جريء، أنا جريء وحقاوي وبحكي كلام مثل ما هو، مني منافق، بحكي كلامي مثل ما هو. طب أنا إنسان، لأني يعني أنا لم أنتمي يوما إلا إلى الإنسانية. الإنسان مين ما كان يكون، شو ما كان دينه، شو ما كان طائفته، شو ما كان جنسيته، شو ما كان، يعني حتى لو من الأعداء اللي بيحكوا، إذا إنسان هذا بيشبهني، وإذا خيي منه عادل ومنه إنسان ما بيشبهني منه خيي. بعد هالبداية الطريفة تحدثنا مع راغب عن زيارته لقطر وعن الحفل اللي جمعه مع جمهوره. بال2013 رفقتك بالدوحة بحفل كتير حلو كان بسوق واقف، واليوم نحن بال2023 بعد 10 سنين كمان موجودين بالدوحة بحفل كمان حلو. اليوم قديها البلد هيك حلوة أخد منك، بعرف أنك صار لك يومين عم تبرم فيها، شو أكتر شي حبيت فيها؟ مش جديد انت على الدوحة يعني؟ طبعا بتمشي بالدوحة كل شيء مغير، كل شيء جديد، بتطلع بالشوارع، بتطلع بالإضاءة، بتطلع بالديكور بالشارع، بتطلع بالبنيان اللي عم بصير بالجزر اللي عم تحصل، شطوط البحر، المطاعم. واليوم نحن بلؤلؤة الشرق عم نغني، عم نحتفل بعشر سنين. هيدي واحدة من الأماكن السياحية اللي مطلوبة بقطر، يعني العالم تقصدها. فاليوم عم نعمل نحن البيرثدي لها العشر سنين. كمان المطاعم الكثير اللي اجت الانترناشنال، السيارات الحلوه، البوتس، كل شيء حلو، كل شيء حلو. وبالفعل راغب كان قام بجوله سياحيه بالدوحه وزار عده مناطق واماكن فيها. أثناء هالزيارة راغب كان اصطحب معه ابنه خالد اللي دايما عم بيكون حده بسفرته. خالد صغير عم بيرافقك عطول؟ شو في اهتمام إدارة أعمال ولا بس كابن يعني عم بيكون عطول؟ ما يكون منه ابني. ايه يعني. كمان متفاجأ. خالد من زمان حابب يجي على قطر وحابب يعمل شغل فيها كمان، لأنه هو انطلق بشغله ما شاء الله بالإمارات، انطلق كتير منيح. وقال لي قطر بالنسبة إلي نقطة مهمة حتكون، مثل ما السعودية كمان ممكن إن شاء الله حتكون نقطة مهمة إله ليوسع شغله بالسبلمنتس اللي عم يعطينيه لندل شباب. فإجا وكتير حب واجتمع مع أشخاص مهمين بهالمجال، والله يوفقه، شكله حيفتح فرع لشركته هون بالدوحة إن شاء الله. بحفل قطر راغب اختار أجمل أعماله الغنائية وقدمها على المسرح برفقة فرقته الموسيقية. بالعودة للأجواء الفنية، راغب خبرنا عن تحضيراته الفنية القادمة للفترة الجاية. شو عم تحضر لنا؟ بعد استمارة ستة كانت بالتوب وان فترة طويلة على أغاني. والله عم نحضر كتير إشياء، بس بتعرف هلأ بس إجا الزلزال أخرنا شوي، ففي أغاني كتير حلوة ونشوف إن شاء الله خير. اشتقني لك باللبناني. لازم غني لبناني، بس ناطر من الشباب يعطونا مواضيع جديدة، بس الشعراء والملحنين بس هيك ناطرين شوي هن ينتفضوا على الواقع. بأحد اللقاءات اللي جمعتنا بأمير الطرب العربي صابر الرباعي كان اختار أغنية اللي بعنا لراغب وقال إنه كان بيتمنى يغنيها. هل في شيء ممكن تختاره تغنيه على الآن معك وبتقول عنه
غنية حلوة كان عبالي أنا غنيها؟ شو اسمها غنية راغب اللي معنا؟ مثلا فكرني هو يعني محافظ على هو محافظ على ستايل ستايله هو كراغب علامة طبعا وفكرني بصلاح شرنوبي فكرني بمغرم ياليل فكرني يعني محلاها محلاها وأغنية كتير معنا ممتازة جدا صراحة طبعا راغب كان عنده رده الخاص على صابر اثناء لقائنا معه. سالت صابر رباعي شو اكثر غنيه حبيتها باخر 5 سنين وتمنيت كانت تكون لك؟ قال لي اللي بعنا. قال لي من احلى الاغاني اللي سمعتها باخر فتره. ايه كله ذوق وهي مسج بكل الاحوال اللي بعنا، يعني الواحد بحس انه عم يعطيها مسج لغيره. وجه له تحيتي لحبيبي صابر، من اجمل الاصوات اللي سمعتها بحياتي. مع هالسؤال انهينا لقائنا بابو خالد وتمنينا له النجاح بحفلاته القادمه والسرعه بتقديم الجديد وخاصه على صعيد الاغاني اللبنانيه اللي اشتقنا لها بصوته. يا ليت تعرف شو بصلي لبطل لبناني شي طلي هالعدي صار بدي حلي وصار لازم